بالتالي الدين يهتم بممارسة التمييز ضد الآخرين، وبل ويجيز ذلك، فهو التمييز بالنسبة له. فكيف أنت تميز بين الناس وبعد ذلك تريد أن لا ينتشر الفساد فيما بينهم؟ كيف؟ لا يمكن. أنت عندما تهدر حق المساواة وتضع الناس في مراتب، لكن مراتب النساء يختلف عن الرجال، والأطفال يختلفون عن النساء، وهذا متدين وهذا كافر، وهذا مشكوك في دينه، وذلك مسيحي وهذا إذمي، هذه الطبقات الهائلة اللي جاي تخلقها أنت، كيف بعد ذلك لا تدعي أن هنالك فساد؟ وأيضا فوق هذا أنت بعد ذلك تطالب الجميع بأن يخضعون لك رغم أنفهم، وأن يقدمون خدماتهم لولي الأمر أو الحاكم الأعمى الأكبر، وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر على حساب أي شيء آخر. فأنت بالتأكيد يعني هو هذا اللي أنا قلت عليه، أنه هذا الدين صمم خصيصا لكي يطعن الفطرة ولكي يسحق فطرة الإنسان الطبيعية، ومع هذا ولكي يؤكد هذا يعني هذا النزعة لسحق هذه الفطرة يدعي بأنه دين الفطرة. تخيلوا الطريقة يعني اعتبرها عبقرية من رجال الدين، أنه يقول شيء وعكس، يعني يدعي كل شيء خاص به أنه شيء عظيم وجميل، لكنه بالحقيقة هو يفعل عكسه تماما. عندما يقول الدين هو الفطرة، وطبعا هاي تأويلات ما لها علاقة بالقرآن، القرآن يعني بها قضية، لكن التأويلات الدينية التي رسخت عبر التاريخ أنه دين الفطرة، وأنه هذا الدين موجود بالداخل الإنسان. يعني تخيلوا شوف الكذب العلني، يعني لو كانت الفطرة موجودة فعلا، لو الدين هو الفطرة، فما الحاجة لإرسال أنبياء؟ يعني هاي أبسط دليل، ما الحاجة لأن أنبياء صاعدين نازلين رايحين جايين، وكتب سماوية وملائكة رايحة وجاية، والدنيا محترقة وحروب مشتعلة وغزوات وقريش، ودخلوا على روما وملايين ناس ماتت، هاي على شنو يعني؟ إذا كان الفطرة خلص كل واحد يقعد بيته ويشتغل على الفطرة مالته، يعني ما يحتاج، يعني مثل واحد يعطش وياكل ويشرب. فهذا وهم وكذب يعني موضوع، لكن الناس ما تعرف هاي الحقيقة. أنا الآن هسه ممكن أول مرة يسمعون في هذا الكلام، يقول لك الفطرة لو كانت فطرة موجودة فما الحاجة لوجود نبي محمد، وهاي الدنيا كلها محترقة على شنو يعني؟ ماكو داعي، لا الله يرسل نبي ولا يرسل كتب ولا يرسل أي شيء، هي الفطرة موجودة وخلص، نعيش على حب الله كما يقال يعني. في الدين واحد يقول لا لا غلط، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، ها قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، هذا مسلم طبعا يعترض علينا، كل مولود يولد على الفطرة. لا ما هذا مش دليل أبدا. ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي الخلقة، الفطرة هي الخلقة. وما المقصود هنا إيه بالخلقة؟ اللياقة، الخلقة أيها الإخوة، نعم خلقة الإنسان، خلقة الإنسان تؤهله أن يتعاطى مع هذه المسائل اللاهوتية، سبحان الله عنده استعداد. يعني مش هتلاقي أنت في يوم من الأيام أبدا أي نوع من انواع الحيوانات عنده لاهوت، اللاهوت الحصاني، اللاهوت السبعي، اللاهوت النمري، مستحيل، اللاهوت فقط عند الانسان. لذلك انا عرفت الانسان بين تعريفات كثيره. التعريف الذي ارتضيه هو الباحث عن الايمان، الايمان هو بحث عن الله، بحث عن الله عز وجل، هو الكائن المؤمن يعني الباحث عن الله،